많이 부르면
العربية انتوا شايفين حجمها قد ايه؟ انتوا شايفينها كبيرة قد ايه؟ حتى لو تعرفي تحسمي عين صغيرة ممكن تعرفي تكبريها. وليه بيظل البياض العين صح؟ هو ليه بقى؟ عشان يبين بياض من السواد، من السواد بيغمى البياض بيفتح. يا أمي ليه بياض العين سويده أصلا؟ يا جماعة مين اللي ماشي؟ تأكلين جزية جروب؟ وخدها معايا ايه؟ اسيل اسيل خدي الكاميرا بتاعتك انا بصور ايه؟ طيب يا مفجوعة روح هاتله اكل مزاج والله العظيم اسيل دي. انا قعدت على ركبي دكتورة معايا لما بري اهو اهو خليه معاك حط كام ابي معانا برضه ايه يا ريت شكلها تحفه في الكاميرا بصي بس دي عين حريمي قوي دلوقتي بقالنا 9 دقايق دي مرحلة تانية في التحضير خدتوا بالكم ازاي ابتدت تظهر واحدة واحدة كل حاجة برضو في نفس الوقت ما اديتش تفاصيل كاملة الرموش انت تقدر تعدها حد يقدر يعد الرموش؟ لا ما يقدرش صح فانت بتدي الاحساس بيها زي فكرة ورق الشجر لما تيجوا تعلموا ترسموا شجرة زي الشجرة اللي فوق ديت مستحيل ترسمها ورقة ورقة مظبوط؟ ما ينفعش اكيد في طريقة دي فكرة الشعر برضه تمام؟ دي حاجة مهمة جدا بالرصاص انت بترسم الحاجة كأنها متصورة بالابيض والاسود يعني كل حاجة ليها لون انسان العين ده بيبقى اسود اغمق حاجة موجودة مفيش عين في الدنيا سودة تبقى بني غامق تمام هي القرنية ان هو العين البيضة هل الابيض بتاع العين نفس الابيض بتاع الورقة دي لا مستحيل يبقى لون شوية واخد تون التون ده يعني درجة ظلية فانا بظلل الابيض ده وهنا بدي اساس الجلد شوية على قد ما اقدر والشعر كمل رسم برضه خليها معانا سنة Thank you.
مش هينشوا دلوقتي، عمره هينشوا على اتنين. ايه؟ عمره هيخلصوا على اتنين. شعري وبراحة. فكرة هذا اللي خشي هنا. خشي برجلك هنا كده. بالنسبة لك أحسن. مش قادر مش قادر. بين العين والعين
الوجه البشري بيبقى في مسافه بعيد قوي اللي هي من اول القناه الدمعيه من هنا لهنا، يعني تلاقي عين 2 3. فانا حطيت العين الوهميه بتاعتي، العين الحقيقيه بقى هتبقى هنا كده هي زي دي. يا الترابيزه اتحرك. طب ما تشيلوا الترابيزه دي، طيب يعني لازمتها ايه؟ ما هو نفس المفروض بتدرب عليه. خدت بالك من اللي انا اقصده ولا لا؟ اه عشان تعرف طرق التمرين اللي هنا دي. انا مش هرسم العين، انا هرسم لكم بقى المناخير ازاي نرسم الانف. تمام، المسافه ما بين العين والعين، وانا عين ثالثه صح؟ انا دي عين، عايز اعمل عين ثانيه فوق ياخد نفس المسافه دي نحطها كده اهو، وبعد كده هنا دي العين الثالثه. اوكي، المناخير بقى ازاي؟ المسافه دي كده وضغط خطين لتحت. تمام، يعني انت عشان ترسم مناخيرك صح خد خط من عند عينك وانزل تحت كده وخطين كده اهو معايا. ان العرض اللي هنا دوت هو هو نفس الفراغ اللي ما بين العينين وشك كده. هنطلع فوق ان شاء الله هنعمل ده عمل صح، نحط ايده كده ومش الكاميرا بتاعتي هتفصل. لو انتوا هتمشوا ادوني الكاميرا عشان التأثير ده. ما هو كان زي يعني ها. اهو واحد في انواع الالام طبعا ما اتكلمناش عنها، في حاجه اسمها اتش بي ده الالم المتوسط بس بيبقى حاد شويه. حد يعني السن بتاعه بيبقى حاد شويه. يعني حاد يعني لما باجي احطه على الرصاص على الورقه بيبقى بصعوبه الرصاص بينزل. تمام؟ لما بيزيد البي بقى يبقى 4 بي او 6 بي بتلاقي القلم ناعم جدا. طب ليه؟ ايه السبب؟ القلم الرصاص ده عباره عن عمود جرافيت اللي هو الرصاص اللي جوه خشب مظبوط؟ الرصاص اللي جوه ده بيبقى عباره عن صمغ وكربون اسود باودر. مش انت لما بتري كده بتلاقي القلم عباره عن باودر صح؟ الباودر ده بيبقى لازم مع بعضه بسبب كل ما الرقم بقى بي يعني 2 بي 4 بي 6 بي الصمغ ده بيقل الباودر بيزيد. تمام؟ لما تيجي تحركه على الورقه تلاقيه بينزل معاك بسرعه جدا. اوكي؟ العكس بقى اللي هو 2 اتش 4 اتش 6 اتش السمخ بيزيد جدا والباودر ده بيقل خالص. طب تضغط جامد مهما تضغط تلاقي القلم حاد قوي يقطع لك الورقه. زمان وانت صغير كنت بتسطر في المسطره تسطر القلم الرصاص ساعات تلاقيه حاد جدا ويقطع الورقه مظبوط. في ساعات تلاقي القلم كل ما تعمل تلاقيه بقى ناعم قوي معايا مظبوط ولا لا؟ معاك.
لازم يا جدعان في بوق.